بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أكون معكم في هذا المؤتمر الهام والمميز، وأشكركم على منحي الفرصة مرة أخرى لرعاية هذا المؤتمر في دورته الخامسة تحت عنوان المانحون من رعاية المشروعات الإنسانية إلى بناء السلام في مناطق النزاعات. وأنتهز الفرصة للإشادة بالدور الهام والبارز الذي تطلع به الجهات المانحة من خلال جهودها الرفيعة والمتواصلة في رعاية المشروعات الإنسانية في سبيل خلق عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً. الأخوة والأخوات، بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورؤيته الحكيمة لتعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والتآخي من أجل خير وسلام العالم، والعمل على حل الصراعات وإنهاء النزاعات ووقف الحروب، برهنت مملكة البحرين دائما على اهتمامها وحرصها على دعم ومساندة جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من إحلال الأمن والسلام والاستقرار في كافة بقاع العالم. ونفتخر بأن المملكة هي صاحبة الريادة والسبق في تبني الأمم المتحدة تاريخ 5 أبريل من كل سنة يوما عالميا للضمير العالمي، وذلك إدراكا من المملكة وقيادتها الحكيمة بضرورة إعادة الحقوق إلى الدول وشعوبها وإخلاء الأرض من الصراعات الدينية وترسيخ قيم التسامح والتعايش. كما تبنت المملكة العديد من المبادرات والمشاريع لتعزيز ثقافة التسامح والسلام والإخاء، ويأتي في مقدمتها إطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وتأسيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي ومركز الملك حمد للسلام السبراني لتعزيز التسامح بين الشباب. وتعمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين على مراجعة المنظومة التشريعية النافذة بصورة دورية تراعي التطورات والأحداث والمواقف على الساحة الإقليمية والدولية لإقرار القوانين وسن التشريعات التي من شأنها تعزيز قيم التسامح والتعايش على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يقع في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومرتكزات المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. السيدات والسادة، كما نعلم بأن الإنسان هو مصدر الحياة، وبدونه ينعدم التطوير والتنمية والسلام والتغيير، وعليه فإن عملية إحلال الاستقرار وإشاعة السلام في المجتمعات هي الباعث الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الثبات والاستقرار لنظامنا الدولي. إن الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات الدولية هو إحداث تغيير جذري في سلسلة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار منظومة العلاقات الدولية ككل، وذلك من أجل إحلال السلام والاستقرار العالمي للوصول إلى حالة تسمح لدول العالم
أن تعمل بشكل مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في خلق عالم أفضل وأكثر ازدهاراً للجميع، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم أجمع من حروب ونزاعات وكوارث صحية وبيئية تهدد النوع البشري ككل، وليس مجتمعا معين أو دولة محددة. لذا فإن عملية إشاعة السلام والأمن العالمي هي مسؤولية مشتركة تقع على كافة الفاعلين الدوليين في إطار المجتمع الدولي من خلال العمل الجاد على إيجاد حلول ورؤى تعمل على التقليل من حدة النزاعات واستخدام العنف، وبناء استراتيجيات تهدف إلى منع النزاعات من خلال استشراف العوامل المحفزة لها في إجراء استباقي يخفف من آثارها السلبية على أطراف النزاع والمجتمع الدولي في صورة أكثر شمولية. ختاما، نأمل من خلال هذا المؤتمر الخروج بتوصيات ورؤى جديدة تصب في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، شاكرا ومقدرا جهود المركز الأممي لخدمة المانحين، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومجموعة الخبير العالمي للاستشارات، وكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعمل على تعزيز قيم السلام والتعايش والتآخي، متمنيا لكم ولنا النجاح والتوفيق في تحقيق ما يسعى إليه هذا المؤتمر من أهداف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.